عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. 21 ثانية وأيضا 84 جزء من الثانية يأتي شوط آخر من أشواط هذا الصباح. هذا هو الشوط الخامس عشر في تعداد أشواط هذا اليوم، أشواط الصعوب. وهذا الشوط خاص بالأبكار، يعتبر الشوط الثالث للأبكار الصعوبة، الشوط الخامس عشر في تعداد هذا اليوم. مباشرة نسير إلى مقدمة الشوط، إلى شعار بن عصيان على المركز الأول مع الشاهينية محمد بن راشد بن عصيان المنصوري. المركز الثاني شعار بو عوانة، يتقدم أيضا حميد بن سعيد بو عوانة المنصوري مع الشاهينية. المركز الثالث القدوم في ثالث المراكز من الشاهينية محمد بن حمد بن مبارك بن عثعيث، وصل بن عثعيث أيضا العامري، أحد الأسماء القوية والعملاقة. بينما هناك أيضا القدوم والوصول في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء من الشاهيني سعود بن عبد الله بن سعيد بن يروان الشامسي، وصل هذه النتيجه. ولكن غيرت الشاهينيه لحميد بن سعيد ابو عوانه المنصوري. المنصوري وصل بن عثعيث، وصل بن عثعيث ليتقدم من مركز الاخر. عين على الصداره، عين على مقدمه هذا الشوط مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقه وفي هذا التميز وفي هذا التحدي المثير للغاية. هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام في انطلاقات هذا الشوط. ولكن نعود إلى شعار أيضا، هناك حميد بن سعيد بو عوانة المنصوري وشعار بن عثعيث محمد بن حمد بن مبارك بن عثعيث العامري. العامري وصل، الله، شوفوا القادم الواصلة في هذه اللحظات القادمة في انطلاقات هذا الصباح. أيضا لحمد بن غانم أو حمد بن غانم اللي هو بالنص المنصوري، يتقدم غانم بن حمد بن مطر بالنص المنصوري مع الشاهينية على المركز الرابع. أيضا تأتي بهذه الانطلاقة، تأتي بهذه التحديات المثيرة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. ولكن عودة إلى الصدارة، عودة إلى الشاهينية. حميد بن سعيد بو عوانة، أبو عوانة ما شاء الله قدم نوعية فريدة، قدم أداء متميز، قدم نجومية رائعة في هذا الصباح. تهاني وناموس. المركز الثاني أيضا شعار بن عثعيث اللي هو محمد بن حمد بن مبارك بن عثعيث العامري مع الشاهينية. والمركز الثالث شعار أيضا غانم بن حمد بن مطر بن نصر المنصوري مع الشاهينية. دقيقتين 17 ثانية و17 جزء من الثانية تحقق التوقيت الأفضل في أشواط الصعوب.